اخصائي دكتور بيسأل بيقول ان هو عليه اموال فيما يتعلق بحساب فاتوره المياه يعني، وبيقول ان في مشكله في تركيب العداد ومش قادر يدفع بسبب المشكله دي. سؤال الاخ السائل بيقول لو انا سبت فلوس على جنب ومت على ذلك، فهل يعني احاسب على هذا، على عدم تسديد هذا الدين ام لا؟ اي خدمه يقابلها مقابل، اتخذت خدمه لك تدفع اجرتها. يعني في عليك ديون وانت اعتبرت ان هي ديون، لو انت معتبر ده حق ليك ما كنت سبت ليها اللي سددها. لا، هذا ليس حقا لك. طب لو موت تحاسب عليك؟ الديون تسدد لحقوق العباد، حق الله في باب عفو الله، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اما حقوق العباد فمبنيه على المزاحه وقدره الانفس الشح، فلا بد ان تسددها. بس يا دكتور يعني هي ديت يعني مش حقوق العباد، هي حقوق الحكومه. ما الحكومه عباد، تدخل ضمن العباد برضه؟ ما الحكومه ايه؟ عباد. ما الحكومه يعني هنسميهم ايه؟ مش حق الله، حقوق العباد. فهنا يعني وده يعني حق عام، ده اولى واهم. هي الفكره يعني فكره مساله ان الواحد يعني لان هو المصالح الحكوميه وكل الكلام ده هي ملك للناس يعني للمواطنين، هو واحد من الناس يعني، هل في هنا شبهه تملك مثلا في الموضوع ده؟ طيب. لو واحد انا اروح اخد حته من تمثال رمسيس، اخد لي حته من الاهرامات؟ لا، هو ده كلمه مال عام يعني بتاع حتى الكل معنويا بس، وده المقصود بيها.